مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسار عبر شبكة قدس الإخبارية. في هذه الحلقة نطرح ملفا سياسيا قديما أعيد النقاش حوله إلى الواجهة في الأيام الأخيرة على إثر خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأمم المتحدة، الذي بدا فيه بائسا من مسار حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى، معلنا فيه إمكانية العودة إلى طرح حل الدولة الواحدة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من توسع استيطاني وتجاهل دولي. مشاهدين، هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها قياديون في السلطة الفلسطينية عن خيار حل الدولة الواحدة، وما أن يصدر تصريح عن هذه المسألة حتى يبدأ محللون ومثقفون فلسطينيون بالكتابة والنقاش حول واقعية خيار الدولة الواحدة مقابل إخفاقات متتالية في مسار اقترب عمره من 30 عاماً وحمل شعار حل الدولتين، فيما يجادل آخرون أن فشل المسار الأخير لا يعني بالضرورة أن تلجأ السلطة إلى رفع شعار حل الدولة الواحدة، وإنما ربما يتعين عليها تغيير أدواتها بدل تبديل هدفها. وبين الرأيين يبرز السؤال عما إذا كنا أصلاً مضطرون للبقاء أسرى لهذه الثنائية. على أي حال مشاهدينا، نحن أمام ملف شائك، لأن موضوع الدولة الواحدة طرح في فترات زمنية كثيرة ومتباعدة ومن قبل أطراف سياسية متعددة وحتى أنها متباينة في النهج السياسي، وهو ما يعني بالتأكيد أن الطرح نفسه، طرح الدولة الواحدة، متعدد المعاني. وحتى لا نقع في فخ التنظير مع الحل أو ضده، سنحاول تركيز هذا النقاش على منطلقات السلطة الفلسطينية في العودة للتلويح بحل الدولة الواحدة، وكذلك سنركز على السؤال عن معنى طرح هذا الحل في مثل هذه المرحلة التي شهدنا فيها أحداثاً كثيرة مثلت العودة إلى جذور صراعنا مع العدو. لهذه الحلقة مشاهدينا نستضيف دكتور أحمد عطاوني، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، ومعنا أيضا دكتور بلال شوبكي، رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل، وينضم إلينا أيضا من عمان دكتور عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية. أهلا بكم ضيوفي الكرام، ونرحب أيضا بكل المشاهدين. دكتور أحمد، أبدأ معك هذا الحوار. مساء الخير. يعني من خلال تصريحات عباس الأخيرة، كذلك تصريحات سابقة لقيادات السلطة، فإن الحديث عن حل الدولة الواحدة إذا ما تم بين فترة والتانية يأتي دائما في سياق أنه تم الانزلاق نحو هذا الحل، وليس أنه بتم طرحه من منطلق الإيمان بعدالته. برأيك، هل ما نسمعه الآن طرح جدي يعني من قبل السلطة، أم أنه تصريحات تأتي في سياق التهديد والضغط لإعادة الاعتبار لحل الدولتين؟ مساء الخير لك لينا والمشاهدين الكرام والزملاء الأعزاء. أنا لا أعتقد أبداً بجدية الطرح القادم حول حل الدولة الواحدة، لأن هذا الطرح لم يأتي لا في ضمن مؤسسة سياسية فلسطينية، ولا في إطار توافق وطني، ولا ضمن نقاش وطني عام، سواء على المستوى الفصائلي أو على المستوى النخبي، ولا كمخرج من مخرجات حوار وطني فلسطيني أو توافق وطني فلسطيني، وإنما جاء في إطار العجز السياسي الفلسطيني بالذات الرسمي منه، وإنغلاق أفق التسوية السياسية، مع أن هذا الإنغلاق ليس جديداً، ولكن في المرحلة في الفترات الأخيرة بدأ واضحاً أنها فكرة التسوية السياسية ومشروع التسوية السياسية قد وصل إلى طريق مسدود، وأن حل الدولتين الذي أمضى الفلسطينيون عقود طويلة يعني يبحثون ويعني يسيرون خلفه قد انتهى. ولعل كثير من المتابعين بشأن الفلسطيني والباحثين يقطعون اليوم بأنه لم يعد هنالك فرصة لحل الدولتين، وبالتالي هذا الطرح يأتي في سياق انغلاق الأفق السياسي، في سياق العجز السياسي الفلسطيني سيما الرسمي منه، وفي إطار البحث عن بدائل لكن بشكل غير متزن إذا جاز التعبير، وبشكل غير موضوعي وغير متماسك، لأن الرئيس الفلسطيني لم يطرح فقط حل الدولة الواحدة بالمناسبة في الخطاب، هو تحدث عن فكرة العودة إلى قرار التقسيم، وتحدث أيضا عن فكرة إمكانية سحب الاعتراف ومراجعة الموقف الفلسطيني من الاعتراف بالكيان الصهيوني أو بإسرائيل. لذلك هو بدأ تعبير عن حالة من التيه السياسي
أكثر منه عن بديل سياسي ناضج واضح معروف المعالم، معروف أصلاً الهوية أو الماهية إذا جاز التعبير. حتى الحديث عن الدولة الواحدة، لا يوجد شكل واحد أو تعريف واحد للدولة الواحدة كما تفضلت في التقديم. هنالك مجموعة من الطروحات حول الموضوع. البعض يعتقد أن حل الدولة الواحدة هو تحرير فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. والبعض يعتقد أن حل الدولة الواحدة يعني العيش في إسرائيل، بمعنى أن تصبح إسرائيل الدولة الواحدة وتستوعب الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى. والبعض يتحدث عن ثنائية القومية ودولة الكومة. إذن مجموعة من التعريفات. الرئيس الفلسطيني لم يطرح شيئا حول هذا الموضوع، وإنما طرحه أو جاء في إطار أنه كما تفضلت أيضا في المقدمة أنه يائس من المسار السياسي، لم يعد هنالك فرصة جدية. هو حتى بعد الإدارة الديمقراطية الجديدة، إدارة بايدن، وهذا الانفتاح على السلطة الفلسطينية، إلا أنه اكتشف لاحقا بأن هذه الإدارة ليست لديها لا رؤية سياسية ولا مقاربة ولا مشروع سياسي جديد يمكن أن تطرحه. بالعكس، ليس لديها نية للحديث في السياسة أصلا مع الفلسطينيين والإسرائيليين. ولذلك أعتقد أن هذا تعبيرا عن التيه السياسي الفلسطيني الممتد منذ فترة زمنية طويلة بكل أسف. يعني قبل أن أسأل إذن عن الأهداف الكامنة وراء إعلان مثل هكذا أو إعلان مثل هكذا تصريح في هذه المرحلة، إذن دعني أسأل دكتور عريب إذا ما كان يوافقك الرأي بأنه لا يوجد جدية عند القيادة الفلسطينية بما له علاقة بحل الدولة الواحدة، هل توافق هذا الطرح دكتور عريب؟ أتفق تمام الاتفاق مع ما ورد إليه، ما ذهب إليه الأستاذ أحمد في تحليله بسياقات الخطاب الفلسطيني الراهن، الخطاب الرسمي، كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة. هو خطاب يعني يعكس درجة كبيرة من الإفلاس والعجز واليأس من كل المحاولات التي بذلت طوال أزيد من 3 عقود لترجمة وتجسيد حل الدولتين. هو تعبير يعني عن إصرار يعني القيادة الفلسطينية الراهنة على عدم ولوج أي طرق أخرى والاكتفاء بالتلويح بخيارات يظنون بأنها يمكن أن تسيل يعني الأدرينالين في عروق الجانب الإسرائيلي، لكن ردة الفعل الإسرائيلية الساخرة والمقللة من شأن يعني هذا الخطاب والتلويح به من غانتس إلى الصحافة الإسرائيلية أظهر في الحقيقة بأن أحداً لم يعر هذه التلميحات وهذه التهديدات أي اهتمام يذكر، ذلك أن من يريد أن يذهب سواء لحل الدولة أو حل الدولتين. بالمناسبة لسنا في سوبر ماركت، يعني إن لم نجد جبنة نابلسية نذهب لشراء جبنة يونانية على سبيل المثال. هذه المسألة لا تدار بهذه الطريقة، يعني هذه مسألة بحاجة إلى رؤية، إلى استراتيجية، إلى حوار وطني فلسطيني عميق، حوار شعبي فلسطيني عميق، وليس حوارا فوقيا فصائليا فارغا من أي مضمون يكتفي بالسجال حول تقاسم الكعكة، كعكة السلطة البائسة التي لا سلطة لها وغير ذلك. لم يأتي هذا التلويح في الحقيقة في سياق استعدادات نضالية وكفاحية لرفع منسوب الغضب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية حتى وإن كانت بأشكالها الشعبية والسلمية، ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، مطاردة إسرائيل مطاردة حقيقية بالمقاطعة، بالقضاء الدولي، بالعدالة الدولية، بكل أشكال المتاحة للنضال. نحن اكتفينا بالذهاب إلى المنبر الأممي وعرضنا للمشكلات التي تواجه حل الدولتين. من منا الآن لديه قناعة بأن فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ما زالت قائمة؟ صدقيني يعني أنني لم ألتقي حتى بدبلوماسي غربي يعني واحد يقول أن هذا الحل ما زال أمامنا وليس وراءنا. الكل طب دكتور، على هذا الأساس دكتور، على هذا الأساس الآن، على أساس أنه لا يوجد أو لم يعد يوجد من يؤمن بإمكانية إتمام حل الدولتين، على هذا الأساس يتم الترويج الآن من قبل الكثيرين ليس فقط من جانب السلطة الفلسطينية إنما أيضا سياسيين ومنظرين سياسيين بأنه حل الدولة الواحدة هو أقرب إلى الواقعية، ومن هنا يمكن أنه بعض الأشخاص رأوا يعني أن ثمة وجاهة فيما قاله الرئيس عباس مؤخرا.
هذا صحيح، وهذا نقاش قديم في الساحة الفلسطينية، والأفكار بشأن الدولة الواحدة يعني أفكار قديمة وليست جديدة يعني. نعم. وهناك تنظير وسرديات طويلة عريضة في هذا الشأن، سبقت يعني الرئيس وسبقت وصول السلطة الفلسطينية إلى جدار ملموس. لكن كما قال الأستاذ أحمد قبل قليل، عن أي دولة واحدة نتحدث نحن؟ يعني هل نتحدث عن دورة النهر إلى البحر والكفاح المسلح، ويعني أم نتحدث عن العيش في إسرائيل، النضال ضد نظام الأبرتايد العنصري في إسرائيل، وان مان وان فوت، والحقوق المتساوية للفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية؟ وعن ماذا نتحدث؟ هل نتحدث عن دولة ثنائية القومية؟ الحديث عن الدولة الواحدة حديث قديم جديد. المنظمة بدأت برنامجها الوطني بالحديث عن الدولة الديمقراطية العلمانية على عموم التراب الفلسطيني التي يعيش فيها اليهود والمسلمين والمسيحيين بعدالة ومساواة وغير ذلك، إلى أن جئنا إلى النقاط العشرة في 74، وبعد ذلك بقية القصة معروفة من مدريد إلى أوسلو إلى يومنا الحاضر. لذلك في الحقيقة المسألة لا يعني ليست هنا، المسألة في الحقيقة هل لدى القيادة الفلسطينية الإرادة والتصميم والقدرة على شق مسار كفاحي جديد للشعب الفلسطيني، فتح أفق كفاحي جديد أمام الشعب الفلسطيني؟ الذين يتحدثون يعني عن الدولة الواحدة والعودة إلى قرار التقسيم هم أنفسهم الذين تقدموا بطلب قرض من إسرائيل، هم الذين طلبوا لقاء مع شكيد ورفض ذلك، هم الذين لا زالوا يراهنون ويعولون ويستجدون يعني فرص استئناف المفاوضات. كم مرة يتعين على المسؤولين الإسرائيليين أن يقولوا للقيادة الفلسطينية بدناش نحكي معاكم، لا نريد مفاوضات معكم، لا نريد مسار سياسي معكم، ليس هناك حل دولتين، ليس هناك دولة فلسطينية بين النهر والبحر، قانون القومية بيقول تقرير المصير لليهود. إذن كم مرة ينبغي أن يقال هذا الكلام حتى تقتنع القيادة الفلسطينية بوجوب شق مسار كفاحي جديد، سواء باتجاه حل الدولة الواحدة أو باتجاه حل الدولتين؟ في يعني كلا الحالات في كلا السيناريوهات أنت بحاجة لشق مسار كفاحي جديد. المؤسسة الفلسطينية ليست مؤهلة، ليست قادرة، ليس لديها الرغبة، ليس لديها الإرادة، ليست لديها القدرة على شق هذا الطريق. هاي النقطة رح أيضا سنأتي عليها، لكن سأخذ من النقاط اللي أنت ذكرتها بأنه يعني في أكثر من نموذج لفكرة حل الدولة الواحدة، وهو اليوم اللي عم نحاول نفهمه إذا كانت السلطة فعلا لديها تصور أو صورة عن ماذا تعني به بموضوع حل الدولة الواحدة. اقتبس من يعني احد القيادين في حركة فتح بانه قال الخيار المطروح هو حل الدولتين، ولكن اذا بقيت اسرائيل تماطل في هذا الحل سوف نعود الى خيار الدولة الواحدة اللي طرح ب 1968، وهي الدولة الديمقراطية الواحدة التي تعامل مواطنيها بالتساوي دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق. فهذه النقطة أنقلها إلى الدكتور بلال شوبكي. مساء الخير دكتور بلال، هل تعتقد فعلا بأنه تصور السلطة عن طرح حل الدولة الواحدة هو نفسه الذي طرح بعام 68 مع كل الاختلافات اللي طرأت أصلا على منظمة التحرير عبر هاي السنين؟ أعتقد أنه نقاش مسألة حل الدولة الواحدة انطلاقاً من خطاب الرئيس الفلسطيني أو انطلاقاً من تصريحات بعض القيادات الفلسطينية في الآونة الأخيرة يظلم حل الدولة الواحدة كما ظلموا هم أيضاً حل الدولتين، بمعنى أنه نظر على المستوى الفلسطيني لحل الدولة الواحدة بشكلين. الشكل الأول هو الدولة الثنائية القومية، سوري، على المستوى العام الدولة الثنائية القومية والدولة العلمانية لكافة المواطنين، دولة ديمقراطية علمانية، وهذا ما تحدثت عنه عام 1968. الإشكالية الآن أنه السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية الآن لا يوجد لديها أي رؤية حقيقية للدولة الواحدة. حقيقة الأمر ما طرحه الرئيس الفلسطيني هو عبارة عن توصيف لواقع ينشأ ربما غاب عن الرئيس الفلسطيني، أن مسألة الدولة الثنائية القومية وإن لم تذكر حقيقة لا يوجد إلا دولة واحدة الآن هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يتم التعامل مع السلطة الفلسطينية على أنها بلدية كبرى. شاء أم أبى الرئيس الفلسطيني أن المسألة لم تعد خيارا يقدمه الرئيس الفلسطيني أو يستبعده، المسألة مقدرات القيادة الفلسطينية وقوتها واستعدادها
لاجتراح مسار بديل هو الأهم. برأيي أنه ما جرى هو ظن متوهم من قبل الرئيس الفلسطيني بأنه في موقع يمكنه من اختيار بدائل، وواقع الأمر أنه الرئيس الفلسطيني هو عامل من عوامل تشكل مسار آخر بعيداً عن حل الدولتين، اسمه حل الدولتين لكنه بعيد تمام البعد عن حل الدولتين، وهو ما تقوم به إسرائيل عملياً على أرض الواقع وتحديداً في الضفة الغربية، بأن تحيل السلطة الفلسطينية من بذرة دولة مفترضة إلى يعني بلدية كبرى تدير شؤون السكان الفلسطينيين دون أي سيادة ممكنة. أما ما نظر له سابقا، لأنه إن تحدثنا عن دولة ديمقراطية علمانية، هذه دولة تحتاج إلى أدوات كفاحية مختلفة، وقد تعطي الفلسطينيين مساحة وهامش كبير جدا من النضال مختلف عن السياق النضالي الحالي. لا يوجد حقيقة من تبنى هذا الخيار من الفصائل الفلسطينية ولا من حركات التحرر الوطني الفلسطيني. وبالمناسبة خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية هو خيار إسرائيلي من البداية، حتى قبل قيام دولة إسرائيل خيار صهيوني، معنى أنه حين لم تكن إسرائيل ترى أن هناك أفقا حقيقيا لقيام دولة، أتحدث عن الحركة الصهيونية، كانت هناك أطروحات صهيونية ترى بأنه إمكانية قيام دولة ثنائية القومية تحت مظلة إقليمية، تحت مظلة العثمانيين. لكن الآن يعاد الطرح ومن قبل مفكرين إسرائيليين بأنه نحن أمام دولة ثنائية القومية بحكم أمر الواقع، بحكم أن هناك 53 إلى 54% من السكان الموجودين ما بين البحر والنهر هم فلسطينيين، ومن تدير هذه الدولة هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي السؤال الذي يجب أن يطرح على الطاولة الفلسطينية ليس ما الذي يريده الفلسطينيين، ما هي الأدوات التي نمتلكها حتى نقرر ما الذي نختاره. يعني ليس بمقدوري هنا أن نجلس يعني الآن باستعلاء على الواقع ونقول لا نريد هذا ونريد هذا. يمكن لنا أن نحدد ما هو معيار الاختيار، هل هو العدالة التاريخية، بمعنى هل نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة على من البحر إلى النهر، ومن ثم يعني هذا الحديث سيصبح أكثر يعني مثالية وربما هو حل يعني بعيد نوعا ما عن الواقع الآن، أو نريد أن نبحث في الأدوات التي بين يدينا، ما الذي تمكننا من استحضاره من خيارات. الرئيس الفلسطيني الذي لم يمتلك مقدرات هو والتيار المؤيد له لم يمتلك من القوة والمقدرات والنفوذ بحيث يدعم حل الدولتين، وهو الحد الأدنى من الذي قبل به الفلسطينيون، لا يمكن له أن يكون عنصر قيادي في حل آخر. هو يعني إذا ما تحدثنا هنا عن حل الدولة الواحدة على أساس أنها علمانية ديمقراطية، أن يكون حامل مثل هذا الحل. ببساطة فكرة القيادة الفلسطينية الحالية أنه نسلم المفاتيح لإسرائيل، هذه فكرة يعني مثيرة للشفقة، لأن إسرائيل لديها من الفلسطينيين من هو مستعد الآن لاستلام المفاتيح. السلطة الفلسطينية لم تعد جسما يمكن إزالته بقرار من القيادة الفلسطينية الحالية. السلطة الفلسطينية مؤسسة محكومة أو بنيت لتكون محكومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وبإمكان الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي أن يفرض قيادات على هذه السلطة. ولا أريد أن أذكركم الآن بالانتفاضة الفلسطينية الثانية، وكيف تم حصار الرئيس الفلسطيني في المقاطعة، وكيف تم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ليستوعب قيادات من داخل هذا النظام تضغط حتى على الرئيس الفلسطيني. وبالتالي مسألة إنه والله بطلنا نلعب ونروح نشوف خيار ثاني، هذه مسألة برأيي يجب أن نحن كفلسطينيين كمعلقين على هذا الموضوع أن لا نسمح باستمرارية النقاش بهذه الطريقة. النقاش يمكن أن يكون مقبولا حين ندرك أن هناك طرف آخر، والطرف الإسرائيلي لديه خياراته أيضا. يعني المشكلة أننا نتحدث في بعض الأحيان كفلسطينيين ونتجاهل أنه لدى الإسرائيلي خيارات. من قال أن الإسرائيلي يفكر بدولة واحدة أو دولتين؟ الإسرائيلي يفكر بدولته ودولة الاحتلال الإسرائيلي دون أن ينظر بعين الاعتبار إلى إمكانية أن يكون هناك خيار على المستوى الفلسطيني. أكرر أنه ما طرح في أيام السادات من حكم ذاتي للفلسطينيين هو يعني يطبق الآن بشكل أكثر يعني وحشية على الفلسطينيين، وممسوخ بشكل أكبر في سياق أنه السلطة الفلسطينية تدير بعض شؤون الفلسطينيين. وبالمناسبة يعني أختم بهذه النقطة، الحديث عن حل الدولة الواحدة يثار الآن في الأروقة الإسرائيلية ليس بسبب تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا بسبب توجهات القيادة الفلسطينية، وإنما بسبب أنه مايو 2021
قال للإسرائيليين أن الشعب الفلسطيني ما زال موحدا، وأن شئتم أم أبيتم إيريز وغيرها والخط الأخضر لم يفصل بين أبناء الشعب الفلسطيني. أنا أريد أن أنقل النقطة إلى الدكتور أحمد عطاونة، لأني كنت على وشك أن أسأل بأنه هل حد هو تحدث بأنه كل ما تحدث به محمود عباس يعبر عن تيه سياسي، ولكن هل هو أيضا يتضمن اعترافا من قبل السلطة الفلسطينية بفشل كل المسار السابق؟ والدكتور بلال عم بخليني أحول السؤال بطريقة مختلفة من خلال ما طرحه، أنه أصلا هل تملك السلطة أن تعترف أو لا تعترف بفشلها وبفشل مسارها، مدام أنه هي أيضا لا يعني لا تملك المفاتيح لمثلا إنهاء كيان السلطة الفلسطينية على سبيل المثال؟ أنا أعتقد أن المشكلة ليست في موضوع الاعتراف. أنا وأنتم وكل الفلسطينيين سمعوا سلسلة من الاعترافات بفشل أوسلو، ورحم الله الدكتور صائب بعرقات تحدث كثيرا عن فشل مسار التسوية وكوادر فتح، والعديد من الفلسطينيين الكل الفلسطيني يتحدث عن فشل أوسلو وعن فشل مسار التسوية. المشكلة الأساسية تكمن كما تفضل الدكتور بلال والأستاذ عريب، تكمن في موضوع أوراق القوة. ماذا لديك؟ ما الذي يمكن أن تؤثر به؟ ماذا يمكن، بأي وسائل يمكن أن تضغط لإنجاز أي خيار فلسطيني؟ نحن لدينا مشكلة مركبة في الواقع في الحالة الفلسطينية الآن. الشق الأول من المشكلة أنه ليس هنالك برنامجا وطنيا فلسطينيا متفق عليه، بمعنى أو حتى ليس هنالك رؤية وطنية متفق عليها، ولا أقول متفق عليها بمعنى تريد أن تجمع كل الفلسطين وكل الفصائل، لكن بالحد الأدنى يتم تبنيها من حركات الوطنية الفلسطينية. لكل برنامجه، وأيضا البرامج كلها تقف يعني في لحظة صعبة، لا تستطيع أن تقدم للفلسطينيين يعني إنجازا ملموسا على الأرض وبالذات على المستوى السياسي. لكن أنا يعني في كما تحدث الدكتور بلال، المواجهة الفلسطينية الشاملة التي حدثت ومعركة سيف القدس أثبتت أن الفلسطيني الشعب الفلسطيني، القوى الفلسطينية المختلفة، البنية الفلسطينية لا زالت لديها القدرة على التصدي وعلى الصمود وعلى مواجهة الاحتلال. لكن كما تاريخيا هذا الشعب الفلسطيني لديه أزمة خانقة، أزمة قاتلة في القيادة السياسية الفلسطينية التي لا تستطيع أن تعبر عن هذا الشعب وعن هذه النضالات وعن هذا الأداء البطولة وعن هذا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني. وبالتالي هنالك أزمة على مستوى الرؤية والبرنامج، وأزمة أخرى ثانية على مستوى الأدوات. أنا لا أستطيع أن يعني أتفهم أن الرئيس الفلسطيني أو القيادة السياسية الفلسطينية الرسمية تتحدث عن بدائل وهي جردت نفسها بكامل إرادتها من أوراق القوة. أنت كيف يمكن أن تتحدث عن بدائل وأنت تقود منذ سنوات طويلة شعب منقسم؟ أنت يعني لا أريد أن أقول الشعب غير منقسم، البنية السياسية مؤسسة سياسية منقسمة بل متناحرة في كثير من الأحيان. أنت تتفرد بالشأن الفلسطيني بطريقة مخلة أدت إلى أن ضج بهذا التفرد أقرب المقربين من القيادة الفلسطينية حتى من أبناء التنظيم الواحد، ولعل انتخابات التشريعية التي تم إلغائها كشفت بأنه كان هنالك حجم ضغط هائل وحجم غضب هائل داخل بنية حركة فتح نفسها، بدليل أنه ثلاث كتل أو أكثر لحركة فتح ظهرت في الانتخابات التشريعية، مروان البرغوثي وناصر القدوة وغيرهم من الكوادر. وبالتالي طريقة قيادة المشهد السياسي الفلسطيني قادت إلى هذا المستوى من الضعف والتجريف في الحالة السياسية الفلسطينية، بحيث الحديث عن بدائل الآن سياسية يبدو فارغا من المضمون، لأنك لا تملك أوراق قوة ولست في واقع تستطيع أن تطرح بدائل. الشيء الثالث أن هذا الاتفاق العبقري، هذه يعني الفكرة العبقرية بين المسمى أوسلو والعبقرية أقصد من طرف الاحتلال، كبلت القيادة السياسية الفلسطينية وكبلت مكونات سياسية فلسطينية ولعل أيضا مكونات اقتصادية واجتماعية فلسطينية إلى حد أن الحديث عن تغيير الواقع بمعنى اتخاذ منهجا ثوريا في مواجهة الاحتلال تغييرا ثوريا على الواقع، لأنه إذا أردت أن تغير الواقع لابد أن يكون لديك الاستعداد لدفع الثمن حتى حل الدولة الواحدة. ويعتقد الرئيس محمود عباس أو أي طرف فلسطيني بأنه طرح حل الدولة الواحدة أنت تطرحه وبالتالي سيفترش لك البساط الأحمر وتفضل شكرا جزيلا نحن، هذا يحتاج إلى نضال، والنضال يحتاج إلى تضحيات وأوراق قوة وإرادة
كما تفضل الأستاذ ريب، الإرادة مفقودة والقرار مفقود وأيضا القدرة مفقودة. الأداء الفلسطيني خلال العقود السابقة ربط الفلسطينيين وبالذات السلطة الفلسطينية بالاحتلال بطريقة يصعب معها الانفكاك. حتى التنسيق الأمني، أنت تعرف أنه كان دائما الرئيس وغيره يهددون وقف التنسيق الأمني، والآن أصبحنا في وضع بكل أسف أن التنسيق الأمني أصبح متطلبا فلسطينيا، متطلبا لاستمرار السلطة وليس ورقة لدى السلطة تضغط فيها على الاحتلال. وهذا تحدث فيه أكثر من قيادة من القيادات الصهيونية بأنه التنسيق الأمني هو يخدم السلطة وبقاء السلطة ووجود السلطة ولا يخدم الاحتلال وبقاء الاحتلال ووجوده بكل أسف. طيب أنتقل إليك دكتور عرايب، أسأل عن الدافع الذي أو ما الذي دفع يعني الرئيس محمود عباس أو السلطة الفلسطينية للحديث عن هذا الموضوع، حل الدولة الواحدة مؤخرا، وهل يمكن أن نربطه مثلا باللقاء الثلاثي اللي حصل ما بين السلطة ومصر والأردن مؤخرا، وهذا أيضا يدفعنا للحديث عن كمان المواقف الإقليمية وتحديدا الأردن من قضية حل الدولة الواحدة، لأنه الحديث عن هكذا حل سياسي هو بالضرورة يعني ما موضوع بالنسبة للأطراف الإقليمية. دكتور عرابي المايك إذا ممكن. يعني الدافع الذي حدا بالرئيس لإظهار هذه الطاقة من الغضب والتلويع بالخيارات والبدائل هو ذاته الدافع اللي من سنوات جعله يتحدث عن تسليم المفاتيح لنتنياهو، مفاتيح السلطة إلى نتنياهو، وبالتالي لم تسلم المفاتيح ولم نذهب لا للتقسيم ولا لحل الدولة الواحدة ولن نذهب، يعني حتى نكون صريحين، يعني نحن السياق أو المسار الوحيد الذي نراه على الأرض بصرف النظر عن الخطابات هو مسار إجراءات بناء الثقة في الضفة الغربية والتهدئة المستدامة في قطاع غزة. هذه هي اللعبة الوحيدة على الطاولة الآن، ليس هناك أي لعبة ثانية. حتى يعني في ظل إدارة أوباما عندما كان يأتي بيئة اسمه جون كيري وغيره ويتحدث عن مفاوضات ويتدخل الأردن ووساطات وغير ذلك من أجل حل الدولتين، هذا انتهى الآن، هذا غير قائم. ليس في إسرائيل لا الآن ولا في المدى المنظور حكومة يمكن أن تذهب معك لا في مفاوضات جادة وجدية ولا في بحث في موضوع حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وهذه الإدارة، إدارة إطفاء الحرائق في الإقليم وليس في فلسطين، ليس لديها رؤية لا لحل دولتين ولا لحل أي أزمة من أزمات الإقليم. هذه إدارة تعمل كرجل المطافي، تريد تفادي الانفجارات الكبرى لأن أولوياتها في مطرح آخر في المحيط الهادئ والهندي والآسيا والشبح الصيني والروسي وغير ذلك في كل الأزمات وليس فقط في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وهي ليست مستعدة لأن تبذل الجهد والوقت والموارد لجعل أي حل ممكناً. وأرفع شخصية يعني في الظروف الطبيعية تأتينا من هذه الإدارة هو هادي عمر، يعني لا أكثر ولا أقل، بينما كنت ترين يعني الجهود التي كانت تبذل، وكان كلينتون في غزة وجيمس بيكر قبل ذلك وجون كيري قبل ذلك، هذا كله انتهى، هذا أصبح الآن من الماضي. لكن كما قلنا لا تزال فكرة حل الدولتين فكرة تفيد الإسرائيليين وتفيد الأمريكيين بما تخلق من وهم أن هناك سلطة بقليل من التعديلات من التنازلات يمكن أن تصبح هي الدولة. وبالمناسبة لما بنحكي عن إجراءات بناء الثقة التي تغرف من نظرية السلام الاقتصادي لنتنياهو وتوني بلير والفياضي الجديد وغير ذلك منذ سنوات طويلة وليس من الآن، هذه ليست توطئة لحل، هذه هي الحل النهائي للقضية الفلسطينية. وأنا لا أجد أفضل من التعبير اللي استخدمه ناصر القدوي من أيام إنه نحن نتحول إلى روابط المدن في تشبيه أو في استعارة لتجربة روابط القرى الفلسطينية العميلة للاحتلال. الآن كبرت شوي صارت روابط المدن، أنا سميتها الإمارات الفلسطينية غير المتحدة لأنه فعلاً هي ليست متحدة في هذا المجال. هذا هو الوضع كما هو، وهذا هو المسار الذي ننخرط به بوعي أو بدون وعي، وغالباً بوعي. وأنا لا أعتقد أن السلطة تصدر عن أوهام،
بأن حل الدولتين هي تصدر عن عجز وعن يأس وعن تواطؤ، يعني وثمة فارق بين أن نصدر عن وهم ورهانات قد تخطئ وقد تصيب، وبين أن نصدر عن عجز وعن يأس وعن تواطؤ لأنه ما عندهم مش خيار ثاني. أما فيما خص الأردن ومصر وبالذات الأردن، نعم، لن يكون هناك أي تغير في الموقف الأردني ما لم تبدأ السلطة بتغيير موقفها. هذا أولا. ثانيا، الأردن بالنسبة له الدولة الفلسطينية يعني هي الحل الأمثل لاعتبارات داخلية، العلاقة بالهوية، العلاقة بالمخاوف من التوطين والوطن البديل والخيار الأردني وكل هذا الكلام. لكن الأردن زي السلطة بالمناسبة، ما عنده خيار بديل وغير قادر على اشتراح طريق آخر بهذا المعنى، ولذلك سيبقى يكرر وهو يدرك أنه لا فرصة لحل الدولتين، سيظل يكرر هذا الموضوع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وكذا الحال بالنسبة لمصر. لكن لا يوجد مجال أنه مثلا عفواً. لا يوجد مجال مثلا عند الأردن أنه يدعم مثلا حل مثل حل الدولة الواحدة. هذا بطرح أسئلة على الأردن، يعني بالنسبة لشو مصالح الأردن في أي حل نهائي. الأردن عرف مصالحه في الحل النهائي، قال دولة فلسطينية بتقوم مقام السد في مواجهة مشاريع التوطين والوطن البديل وتحفظ الهوية والكيان الأردنيين. هذا أولا. حكى طبعا في ملفات أخرى لها علاقة بالأمن وبالمياه وبالتجارة وبالرعاية الهاشمية وبغير ذلك، أو ما تبقى من الرعاية الهاشمية، لأنه ما جرى في القدس خلال فترة بنت تحديدا وفي المسجد الأقصى ضاعفت الانتهاكات. أول رئيس حكومة بيعطي الإسرائيليين الحق بالصلاة اليهود في المسجد الأقصى، قرار المحكمة بالأمس اعتقال موظفي الأوقاف قبل كم من يوم الأردنيين، اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي. يعني إسرائيل ذاهبة باتجاهات واضحة تماما، ليس لدينا لا فلسطينيين ولا أردنيين ولا مصريين ولا عرب حتى الآن رؤية أو تصور أو إرادة أو خطة بديلة لمواجهة هذا الطوفان. لذلك نحن نكرر فكرة حل الدولتين حل الدولتين وغير ذلك من طروحات. أخطر ما في الأمر الآن أنه بينما نحن وغيرنا في العالم، أوروبا، الولايات المتحدة، تتحدث بحل الدولتين، إسرائيل تشتري وقتا ثمينا، يعني تشتري وقتا ثمينا لاستكمال مشروعها الاستيطاني الابتلاعي التهويدي في القدس وفي منطقة جيم على وجه الخصوص. نعم. إسرائيل تسابق الزمن في هذا الموضوع، وهي وضعت نصب عينيها أن تقترب من فكرة المليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس، وهم الآن أكثر من 700,000 بالمناسبة. يعني وبالتالي كلما أمعنا الحديث عن حل الدولتين دون أن يترافق ذلك مع ضغوط، مع ممارسات، مع مسار كفاحي فلسطيني، مع موقف عربي صلب، مع موقف دولي داعم، مع إرادة أمريكية أيضا بحل الصراع، أعتقد أننا نقدم خدمة مجانية بوعينا أو بدون وعي لليمين الإسرائيلي المتطرف، تمكنه أن يبتلع أكبر مساحة من أرض الضفة الغربية بأقل الأثمان. نعم. دعني أنتقل للدكتور بلال بالسؤال عن يعني اليوم كيف ممكن كمان تتعامل الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس مع مثل هذا الواقع، مثل هذه التصريحات من قبل السلطة الفلسطينية، مثل هذا التيه السياسي، لأنه اليوم أي موقف من قبل حماس هو مرهون بالضرورة بشو عم بيصير عند السلطة الفلسطينية، وخاصة أنه مؤخرا في مطالبات من قبل السلطة لحركة حماس أن الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وما إلى ذلك كشرط لأي حوار ممكن. وبنفس الوقت يستغرب يعني شخصيات ربما من حماس انه كيف يطلب الرئيس محمود عباس من حماس انه تعترف بقرار شرعية دولية، وهو في خطابه الاخير يريد ان يعني يختلف مع قرارات الشرعية الدولية بان طرح حل الدولة الواحدة. فكيف تفسر مثل هذا التناقض، وكيف ممكن يتم التعامل معه؟ يعني لا أظن أنه حركة حماس ترسم سياساتها بناء على تصريحات يلقيها الرئيس الفلسطيني، وخصوصا أنه نحن يعني بتنا يعني نعلم أنه كثير من تصريحات الرئيس الفلسطيني في الآونة الأخيرة بدت أكثر انفعالية، وليست بالضرورة يعني تعبر عن رؤية جديدة حتى نقضي يعني
ساعات في نقاشها. المسألة بكل بساطة أنه هناك إدراك بأنه الوضع الحالي هو الوضع النهائي لما يمكن أن تؤول إليه مخرجات أوسلو، وهو تحويل السلطة الفلسطينية التي كانت يعني هي عبارة عن جسر يمكن أن يصل إلى الدولة الفلسطينية إلى يعني غاية في حد ذاتها، وهذا ما تفضل به الأستاذ عريب. أظن أنه فلسفة حماس تختلف عن فلسفة قيادة منظمة التحرير في النظرة إلى الصراع وإلى الغاية من النضال الوطني الفلسطيني، وهنا يعني مربط الفرس، أنه حركة حماس ومعها بعض الفصائل من بينها الجهاد الإسلامي التي ترى بأنه استمرارية الصراع في المرحلة الحالية هي الهدف المعقول، استمرارية الصراع بمعنى عدم السماح لإسرائيل بإنهاء الصراع بالطريقة التي تريدها إسرائيل، هذا بحد ذاته ربما يمكن أن يراكم عليه لاحقا. وبالتالي نجد أنه الفصائل الفلسطينية التي رفضت مشروع التسوية السياسية هي أكثر قدرة في التعامل مع المستجدات الواقع من القيادة الفلسطينية التي قبلت بالتسوية السياسية على أساس حل الدولتين، لأنه القيادة الفلسطينية التي قبلت بحل الدولتين قبلت به كسقفا وكحدا وكإطار يحول دون القفز عن هذا الخيار، بينما الفصائل الأخرى لم تضع سقفا ولا إطارا، بل هي أوجدت أنه غايتها إبقاء الصراع لأنها لا تؤمن بأنه إمكانية إنهاء الصراع دون أن تتبدل الكثير من الظروف على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، وهي رؤية أكثر واقعية. يعني نحن في دراساتنا حول الحركات السياسية غالبا ما تكون الحركات الأيديولوجية يعني رومانسية وطرحها بعيد عن الواقع، لكن في حالتنا الفلسطينية بعض تيار اليسار الفلسطيني والتيارات الإسلامية هي تنظر إلى الأمر إلى الواقع الفلسطيني بحكمة أكثر برأيي، لأنه هي تدرك أنه الفلسطيني بمقدراته الحالية وفي ظل ما خلقه أوسلو من تقييد مضاعف للفلسطيني، تقييد سواء كان عنيف ومباشر أو تقييد من خلال ما يعرف بعلوم التنمية الوهمية، القيود الذهبية في أيدي الفلسطينيين، معنى خلق أنماط اقتصادية استهلاكية في الضفة الغربية وبناء مؤسسات ضخمة، كله كبل من أيدي الفلسطينيين. يعني برأيي أنه حركة حماس ومعها كثير من الفصائل الفلسطينية ليس وحتى ربما يعني جهات من داخل حركة فتح تؤمن بأنه لابد أن يكون هناك حالة تفعيل للنضال الوطني الفلسطيني يتجاوز حدود 67، بعيدا عن الحديث عن الغاية النهائية لهذا النضال الوطني الفلسطيني، معنى أنه لدينا حالة استعمار استيطاني مستمرة. دكتور عفوا على المقاطعة قبل ما أنتقل للنقطة الثانية، ولكن حتى أناقشك في هاي النقطة بشكل مختصر، أنه أنت تقول بأنه لديها فلسفة مختلفة يعني مثلا مثل حركة حماس عن منظمة التحرير، وهي ربما حدودها لرؤيتها السياسية متجاوزة ما تضعه يعني السلطة أو منظمة التحرير وما إلى ذلك، ولكن بنفس الوقت في كتير مرات هي يعني تجد نفسها حبيسة هذه الحدود، مثل ما فترة الانتخابات يعني حينما كنا نناقش أصلا يعني السياسيين في حركة حماس أنه كيف تخوضون مثل هذه الانتخابات، كان يقال بأنه هذا يعني مسار أوسلو هو الآن الموجود ونحن مضطرون للتعامل ضمنه. ومن هنا يأتي السؤال بأنه مثل هكذا تصريحات من السلطة الفلسطينية لابد بأنها كمان تضع حدود اللي تجد فيها حركات المقاومة حبيسة أيضا لها ومرتهنة لها بالحلول السياسية، وخاصة عم نعرف أنه كمان فيما يحصل الآن في قطاع غزة السلطة الفلسطينية كمان منخرطة فيما أي اتفاق ممكن يتم التوصل إليه بعد مثلا المعركة الأخيرة. ما من شك فيه أن السلطة الفلسطينية ببنيتها الحالية هي عبء على الحركة الوطنية الفلسطينية، لكن هذا العبء لم يعد بالإمكان التحرر منه بين ليلة وضحاها، والقول أنه على الفصائل الفلسطينية التي ترفض التسوية السياسية أن تدير ظهرها للسلطة، لأنه هذا الملعب قد خلق لكن اللعب عليه ليس خيارا. يعني الملعب خلق خارج إرادة الفصائل الفلسطينية أو خارج النطاق الوفاق الوطني الفلسطيني عن طريق منظمة التحرير، لكن اللعب على هذه الساحة ليس خيارا، معنى أنه أن تترك إدارة السلطة لفصيل واحد يتفرد بها معناها أنك تزيد من قدرة هذا الفصيل على تقييد الخيارات الأخرى.
أشار الدكتور أحمد إنه القيادة الفلسطينية هي التي يعني قوضت مقدراتها وقوتها من خلال سياساتها في السلطة الفلسطينية، سواء كانت سياسات أمنية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. الآن الحركات الفلسطينية بما فيها حركة حماس هي ليست في حال يعني تحسد عليه، هي أمام معادلة صعبة جدا، إنه هل نترك السلطة تتفرد بها حركة فتح ولا نشارك في انتخابات، أم هل نساهم في إدارتها وعلى الأقل نروض من أداء هذه السلطة؟ نعم. وفي نفس الوقت سنتحمل أعباءها. أعتقد أن الرؤية كانت بال2005 رؤية واضحة من المجتمع الدولي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك تصريح يعني فظ جدا لكوندوليزا رايس آنذاك حين سئلت من أحد الصحفيين ما الذي يدعكم يعني تغض الطرف عن إمكانية مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية وأنتم تصنفونها كحركة إرهابية. ردت بشكل واضح ومختصر: قيادة حماس ستكون منشغلة بعد فوزها في الانتخابات بتأمين حقائب مدرسية للأطفال بدل الحقائب الناسفة. هذه الرؤية الأمريكية كانت في أنه أنت بدك تشوف الحركات الوطنية وهي مكبلة من بالسلطة الفلسطينية. لذلك أرى أن هناك تطور نوعي في خطاب الفصائل الفلسطينية مجتمعة، أنا لا أريد التخصيص على حركة حماس، لكن بما فيها حركة حماس، لتركيز الخطاب على منظمة التحرير وليس على السلطة الفلسطينية. يعني السلطة قائمة لا يستطيع إدارة الظهر لها، لا يستطيع القول لا نريد المشاركة في السلطة، لكن في ذات الوقت الأهم والأولى هو التركيز على منظمة التحرير الفلسطيني بما يعنيه إصلاحها من إمكانية تفعيل مواطن القوة لدى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. وبالتالي النظرة الآن برأيي هي نظرة لأنه إسرائيل تعيد تحويل السلطة إلى بلدية كبرى دون أن يكون هناك بديل للفلسطينيين كإطار سياسي يمثلهم وطنياً. الفصائل الفلسطينية تدرك ذلك جيداً، وهي تعلم أنها ليس بوسعها تغيير واقع السلطة من كونها بلدية، لكن بوسعها أن تعيد إحياء منظمة التحرير الفلسطينية المتجاوزة للقيود المفروضة على السلطة الفلسطينية. لأن هذه القيود يعني فرضت بشكل ممأسس، لا يمكن التخلي عنها أو لا يمكن إزاحتها بكل هذه البساطة. نعم، يعني دعني الآن أنتقل أو أعود لموضوع حل الدولة الواحدة، وبعيداً عن موقف السلطة الفلسطينية من مسألة حل الدولة الواحدة، خلينا أسأل الدكتور أحمد عطاوني. أنه نسمع كثيراً بين الحين والآخر تحليلات فلسطينية تقول أنه معطيات الأمر الواقع تؤدي بالضرورة إلى حل الدولة الواحدة، هل هذا صحيح؟ وهل نحن بالضرورة أسيرين لثنائية حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين؟ هو معطيات الأمر الواقع حقيقة تشير إلى انتهاء المسار السياسي القائم على فكرة التسوية حل الدولتين، هذا أكيد. هذا يفترض أنه يفتح الباب أمام الفلسطينيين للاستمرار في نضالهم وصمودهم من أجل إنجاز حقوقهم الوطنية بغض النظر عن الشكل النهائي لهذا الإنجاز، بمعنى هل هذا سيكون عبر يعني تفكيك المشروع الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، هل هذا سيكون من خلال دحر هذا الاحتلال دحرا كاملا تتوفر الظروف الموضوعية الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساند الفلسطينيين في يعني تفكيك هذا الكيان وهزيمته هزيمة كاملة وإعادة الفلسطينيين لأرضهم التي هجروا منها. أنا أعتقد أن إغطي صفحة حل الدولتين والتسوية السياسية قد يخدم الفلسطينيين استراتيجيا، بحيث يعيدهم مرة أخرى إلى جادة أو إلى فكرة أننا لازلنا تحت الاحتلال، وأن الفلسطينيين مجتمعين هم في مرحلة تحرر وطني، وأن كل الفصائل الفلسطينية يجب أن تكيف نفسها، التي لم تكيف نفسها أو التي خرجت عن هذا المسار تكيف نفسها على أنها حركات تحرر وطني، يعني بنيتها تستجيب لهذا المتطلب، وأيضا أدائها وطبيعة القيادة وكل شيء. إذا وحتى حركة فتح إذا أغلقت الطريق وقررت حركة فتح أن تعود إلى مسار التحرر الوطني، فإن بنية هذه الحركة وشكل قيادة هذه الحركة ومعطيات هذه الحركة يجب أن تتغير بما ينسجم مع هذا الدور. أعتقد أن الفلسطينيين سيدركون ذلك قريبا، لأنهم يعني عاشوا وهم لمدة 30 سنة اسمه أوسلو، ونتفق أنه ليس وهم بمعنى أنهم لم يكونوا مدركين أو أن شرائح لم تكن مدركة، لكنه كان وهما في بعده السياسي أنه يمكن أن يقود إلى حل القضية الفلسطينية.
كثر من الفلسطينيين كانوا يدركوا بأن هذا المسار لن يقود إلى دولة فلسطينية ولن يعطي الفلسطينيين حقوقهم. لعلنا بهذا الختام الذي يريده أو الذي قدمه الرئيس محمود عباس نطوي صفحة هذا الوهم ونقف أمام حقيقة ساطعة بأن هذا الاحتلال لا زال جاثما على كل الأرض الفلسطينية، لا زال يتحكم بكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش على الأرض الفلسطينية المحتلة أو فلسطين التاريخية، وبالتالي يحتاج الفلسطينيين إلى أن يستمروا في الصمود ويستمروا في النضال ويعودوا مرة أخرى ليعملوا كحركات تحرر وطني. وهنا تأتي كما تفضل الدكتور تأتي أهمية منظمة التحرير كمؤسسة فلسطينية تجمع الكل الفلسطيني في إطار التحرر الوطني وكحركات تحرر وطني وكبنية صالحة لإدارة حالة تحرر وطني وليست سلطة تحت الاحتلال. لذلك وقد تحدثت عن حركة حماس وحركات المقاومة، لعل من إيجابيات المشهد الفلسطيني هذا التعدد في الفصائل والتنوع في الفصائل الفلسطينية، بحيث لم تنحني كل الحركة الوطنية لأوسلو ولمسار أوسلو ولإرادة الاحتلال. بقيت فصائل بغض النظر عن تقييم الأداء، أنا أعرف أن هنالك تحفظ لكثير من الفلسطينيين على الأداء هنا وهناك، لكن بقيت فصائل فلسطينية منها حركة حماس والجهاد وغيرها من الفصائل ترفض هذه التسوية وترفض هذا الإذعان إذا جاز التعبير لشروط المحتل، أو أن تتعامل بأننا نعيش مرحلة هزيمة. صحيح نعيش مرحلة قهر، مرحلة احتلال، لكننا لا نعيش مرحلة هزيمة ما دام الشعب الفلسطيني صامد ولديه إرادة وطنية ومتمسك بحقوقه ومصر على انتزاع هذه الحقوق من هذا الاحتلال. الظرف الإقليمي والظرف الدولي لم يساعد الفلسطينيين، لكن نحن نشهد تغير دراماتيكي في كل يوم لهذه الظروف. قد تتغير إيجابا وتتوفر بيئة دولية وإقليمية تساند الفلسطينيين في إنجاز حقوقهم، وأيضا حتى في ظل الواقع العربي والإقليمي السيء، لكننا أيضا نشهد تراجعا واضحا لهذا الكيان على أكثر من صعيد. هذا الكيان مشروعه الاستراتيجي فشل، لن يستطيع أن يجمع كل الصهاينة، لن يستطيع أن يبني إسرائيل الكبرى، لن يستطيع أن يحافظ على فلسطين التاريخية حتى تقهقر في قطاع غزة، يعني في الضفة الغربية صحيح 700,000 مستوطن أو أكثر، لكنه اضطر لأن يتحول إلى كيان فصل عنصري وأبرتايد في الداخل الفلسطيني، هو تحول إلى دولة دينية قومية عنصرية. العالم ينفض تدريجيا عن هذا الكيان على الأقل على المستوى الشعبي. رأينا في المواجهة الأخيرة كيف أن عشرات أو مئات الألاف من كل أطراف الدنيا خرجوا ضد هذا الاحتلال مساندين للحقوق الفلسطينية. إذن أيضا الاحتلال يخسر بشكل تدريجي وعلى المستوى الاستراتيجي. ما يحتاج الفلسطينيين الصمود والاستمرار في النضال وعدم الاستجابة بالتأكيد لما يمكن أن تذهب إليه هذه القيادة الرسمية أو قيادة السلطة وقيادة المنظمة التحرير الحالية. يعني لا يمكن أن أنهي هذا النقاش من دون ما أذهب سريعا لموضوع الموقف الإسرائيلي أو المواقف الإسرائيلية من موضوع حل الدولة الواحدة، لأنه نشعر أنه في رهانات على مواقف إسرائيلية. اليوم السلطة الفلسطينية أو الرئيس محمود عباس يحاول أن يلتقي بشخصيات إسرائيلية، ومع أنه يقابل بالرفض ولكنه يبدو مصر على أنه يعني استمرار المحاولة على أن يلتقي بشخصيات إسرائيلية. هل هناك تعويل على أي من مواقف من الشخصيات الإسرائيلية السياسية؟ هذا دكتور طبعا السؤال موجه لك دكتور عريب، إنه يكون في أصلا قبول لنقاش فكرة حل الدولة الواحدة، هل هناك إمكانية لأن يطرح هذا إسرائيليا حتى؟ يعني إذا سمحتي لي ببعض البرقيات قبل أن أجيب على سؤالك، يعني لكن بشكل سريع لأنه وقتنا قرب يخلص. نعم 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 نعم، يعني في حديثي عن الوهم والعجز والتفريق بين الأمرين كنت أقصد في اللحظة الراهنة. في بدايات أوسلو كان هناك أوهام كثيرة ورهانات كثيرة لم يثبت صحتها، لكن الآن ذهب الوهم وحل محله العجز والتواطؤ. هذا ما أردت أن أبينه على الأقل في السنوات القليلة الفائتة. اثنين، أخطر ما في الحراك الإقليمي والدولي اللي بتقود الولايات المتحدة الآن بتنسيق كامل مع إسرائيل، إنه مش مطلوب من الفلسطينيين موقف نهائي، مش مطلوب منهم تنازلات، مطلوب منهم يبقوا كما هم عليه الآن وفي حدود سلطتهم القائمة بلس ماينس
5% 3% 2% إلى آخره، فيصبح كما عهد إسرائيل دائما المؤقت دائما والانتقال نهائي. يعني هذه السلطة اللي كانت مؤقتة بانتظار الدولة بذرة الدولة هي السلطة التي لديكم. هذا الحل الانتقالي الذي قيل أنه ينتهي في 99 هو الحل النهائي، دون أن يضطر لا محمود عباس ولا إسماعيل هنية للاعتراف بوهودية الدولة وبالحدود وأنه هذا هو الحل النهائي. مش مطلوب منهم ذلك. الرهان على خلق مسار وسياق سياسي اقتصادي اجتماعي أمني يجعل الفلسطينيين يتكيفون مع المخرجات الإسرائيلية للحل كما تراه إسرائيل. ومش صحيح إنه إسرائيل يعني بهذا المعنى يعني ذاهبة إلى حل الدولة الواحدة. بأي معنى حل الدولة الواحدة؟ الجيوب الفلسطينية ستبقى جيوبا فلسطينية، لن تتمتع لا بالمواطنة ولا بالحقوق المتساوية، وهي مسمى دولة ولكنها في واقع الحال ليست دولة. هو حل يميني إسرائيلي لمشكلة الديمغرافيا وهاجس الديمغرافيا الفلسطينية في الكنتونات التي نعرف، أو بروابط المدن كما قيل في الآونة الأخيرة. هذا بالنسبة لهم ليس دولة واحدة إلا بمعنى السيادة والأمن وغير ذلك. الحفاظ على النقاء اليهودي والغلب اليهودية في هذه الدولة. هلأ بتقولي لي بتصير عنصرية، بتصيرش عنصرية؟ نعم، هي من الآن ومن الأمس عنصرية بامتياز. فكرة مقاربة المنظمة من قبل حماس بدل السلطة الآن، أنا رأيي هذه المقاربة صحيحة وكثير منا كان يطالبوا فيها، مش بس حماس، وكنا طالب حماس إن وين رايحين تشبكوا في السلطة، اذهبوا على موضوع المنظمة. لكن أخشى ما أخشى إنه يصبح إنه هذا الطرح الآن ينطلق من قاعدة أخرى، ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم، غزة إلنا، الضفة إلنا ولكم، طبعا معظم الضفة لإسرائيل يعني في واقع الحال يعني، والمنظمة لنا ولكم. هذه مقاربة أنا تخيفني لأنني لا أراها تأتي في سياق مشروع تصالحي انفتاحي ووطني تقارب توافق وغير ذلك، أراها في سياق الصراع على السلطة والتنافس بين والتناحر بين الفصائل، وليس في سياق توافقي بهذا المعنى. دكتور قبل ما ننتقل بشكل سريع، ما الذي يجعل مثل هذه الفكرة هي اللي أقرب للصواب؟ يعني شو الدلائل على أنه مقاربة حماس أنه منظمة التحرير بدل السلطة أنه هي صراع على تقسيم؟ أنت آخر مرة سمعتي عن مصالحة أو عن العودة للحوار؟ من يأتي على ذكر هذه المواضيع الآن؟ ما حدا داخل في هذا الموضوع. وبالمناسبة يعني السلطة ذاهبة في إجراءات بناء الثقة في الضفة الغربية، وحماس ذاهبة في إجراءات الدادئة في قطاع غزة، وما بنعرف كيف ستنتهي هذه المسألة. وأنا بالذهن في شبح اسمه سيناريو طالبان الذي نعرف كيف تبلور وكيف تطور وأين من أين انطلق وكيف انتهى في هذا المجال. يعني أنا في ذهني سيناريو التطبيع بين المغرب بزعامة سعد الدين العثماني والعدالة والتنمية وإسرائيل. أنا بصراحة في عندي كومة هائلة يعني من الملاحظات اللي أرجو أن أكون مخطئاً في تصورها، لأنه هذا سيكون كارثة كبرى على الشعب الفلسطيني. يعني هذا جانب، وبالتالي أنا لا أضفي القداسة على مواقف هذه الحركات وهذه التيارات لأنها إسلامية وتضفي القداسة على نفسها. الطهرانية بين مزدوجين لهذه الحركات سقطت في أكثر من محطة وفي أكثر من 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 مجال. طب إذا ممكن يعني خلينا هاي النقطة، لأنه هي كمان سؤالك عن إسرائيل إذا لسه بدك أجاوب عليه. أنا شوف يعني أنا بعتقد ليس في إسرائيل من هو ذاهب معنا، لا بحل دولة ولا بحل دولتين. هذا موضوع انتهى والمعركة مفتوحة ومفتوحة على مصراعيها. طيب إذا هو بده يقنع ناس بحل الدولتين، بروح بطلب لقاء مع شكيد؟ مش لاقي إلا شكيد يعني يلتقي فيها الأكثر تطرفا يعني على سبيل المثال، بطلب لقاء مع لبيد، واليوم مكتب لبيد بطلع بيان لا لقاء مع عباس اليوم يعني من ساعات. يعني أنا مش قادر أفهم، معول على ميرتس يعني كل اليسار الإسرائيلي هو منزوي في أقصى يسار الخارطة ببضعة مقاعد لا أكثر ولا أقل. إسرائيل تتطيف
إسرائيل تتمذهب، تتمشرق، تزداد شوفينية قومية فاشية عنصرية بهذا المعنى. هذا الكيان أنا في رأيي النضال في 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 مواجهته سطروا الشعب الفلسطيني بأبهى صوره في 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 في, في انتفاضة أيار وسيف القدس بأبهى صوره. لكن مرة أخرى وهذا بيقودنا للسؤال حول الوضع العربي والدولي والتطورات المحتملة، فيش قيادة فلسطينية تستفيد من هذه التطورات الكبرى. شوفي نتائج الانتفاضة وسيف القدس، ضاعت في دهاليز الانقسام والتخاذل والمخاوف وكل هذا الكلام. الحركة اليقظة العالمية ضد العنصرية الإسرائيلية الآن مين بتحرك على هذا المحور؟ مين بيشتغل على هذا المحور؟ وين السلطة في هذا الاتجاه؟ حالات الغضب الشعب العربي اللي تم التعبير عنها بأشكال مختلفة. أنا في رأيي واحدة من مشكلاتنا الكبرى أن هناك تطورات لصالحنا فلسطينياً وعربياً ودولياً، ولكن ليس هناك من هو قادر أو راغب أو يستثمر الوقت والجهد لقطف ثمارها. نعم، يعني أنا كنت أود أن أطرح كمان نقاط ولكن انتهى وقتنا. شكراً كثير لكم على هذا النقاش، جزيل الشكر للدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، والدكتور عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، وأيضاً الشكر موصول للدكتور بلال شوبك رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل. يعطيكم ألف عافية. والشكر أيضا موصول لكل من تابعنا في هذه الحلقة من برنامج المسار عبر شبكة قدس الإخبارية. إلى اللقاء.